الخير. اليوم بسوي وصفة لأن البيت عندي كله تعبان انفلونزا. وصفة شفتها في النت، عبارة عن جنزبيل وثوم وليمون بقشرة وكركم وعسل وزيت زيتون وشوية موية. أحط الموية هنا في الجيب وأضيف عليها جميع المكونات هذه. هنا أوريكم أطحنها بعدين أصفيها. زيت الزيتون، زيت الزيتون هذا ما نستغني عنه، مرة ممتاز. تقريبا ربع كوب بحط. وعسل. هذا عسل الغاب السوداء. ممكن تضيفين اي عسل. الحين هنا بعد ما صفيته، ترى هو مركز شوية لو اني حطيت موية، بس اعتبر مركز عشان الزنجبيل والليمون بقشر. يمكن ياخذ ملعقة ملعقة بس. بس نغطي عليه وبالعافية.